طيب احنا بعد ما توصلنا لفكرة ان احنا يعني عملنا فقط البارشال فيو وشفناه، هنيجي دلوقتي لمهمة تانية. مفترض طبعا اعمل الفيوز بقى الاساسية، وبعد ما اعمل الفيوز الاساسية ابدأ اربطها بالهيدرز واوريكم الربط. بس عشان اقدر اقوم بده لازم الاول يبقى عندي الاب جي اس الاساس يكون اتوجد عشان ابدأ اشتغل عليه. فانا محتاج ان انا اعمل نيو فايل واسميه app.js واستدعي فيه الباكجز اللي احنا عملنا لها انستول عشان اقدر ان انا بعديها اظبط العناوين والبتاع. لان طبعا انا مستخدم هنا الاي جي اس. الاي جي اس طبعا لسه ما عرفتوش ان ده الفيو انجن اللي هتشتغل بيه، ما عرفتوش الاكسبرس، ما قومتش السيرفر، فكل ده لازم الاول. فانا هقوم ده الاول وبعدين ارجع اعمل ايه، ارجع اعمل لكم بقى كام فيو ونسويتش ما بين الفيوز، والفيوز ازاي تقدر تستخدم الهيدر اللي احنا عملناه. فلو حبينا نستخدم مثلا، هعرف كده على طول جوه الاب جي اس الاساس. اول حاجه طبعا اعرفها الاكسبرس، وده طبعا بيريكواير مني الاكسبرس. وبعد الاكسبرس عايز كمان استدعي الفايل ابلود اللي احنا اتفقنا ان احنا نشتغل بيه. ودوت هيريكواير مني الاكسبرس بتاع الفايل ابلود. طبعا في كذا طريقه للفايل ابلود، احنا اخذنا الفايل يعني ان شاء الله نحاول نشوف، بس احنا هنستخدم دي دلوقتي. ده الفايل ابلود. بعد كده عاوز كمان البادي بارسر، والبادي بارسر برضو هقول له ده ريكواير الاكسبرس او البادي بارسر على طول من غير اكسبرس، بادي داش بارسر. بعد البادي بارسر عندنا كمان ال الماي سيكوال، وده هقول له ريكواير الماي سيكوال. عندنا ايه تاني نستدعيه؟ كان عندنا باث عشان نقدر نظبط موضوع المسارات بتاعت الفايل الفولدرات بتاعتنا، وده هيريكواير مننا باث. فاضل مين تاني؟ فاضل لنا بقى اللي هو الاكسبريس الاصلي، احنا ما استخدمناهوش، فاحنا بنسميه دايما اب. نفضل ان نسميه اب لان طبعا استدعاء بس اكسبرس، عايزين بقى منه نستخدم الايه يعني الاوبجكت بتاعه يكون هو الرننج اللي هو الاكسبرس. خلاص، وبكده نكون عملنا عرفنا الحاجات اللي احنا عايزينها. ممكن نعرف برضو، ممكن اقول كوما وعرف برضو البورت مثلا. سوري مش عايز ارندر حاجة، قلت بس بورت. والبورت هنخليه مثلا 8080، او عايزين نغيره لما نغيره. كل دول عرفتهم كونستنت مع بعضهم كفاريبلز عادية. محتاج بقى ست شوية حاجات في الانفيرمنت بتاعتي عشان ابدأ اشتغل. يعني اقول له app.set واظبط شوية حاجات في الاب بتاعي اللي هم ايه. الاول حاجة البورت، اظبط البورت بتاعتي هتبقى جاية منين. هقول له من process.environment.port or البورت ذات نفسه. يعني السطر ده، السطر ده معناه انا عاوز استخدم، اخلي الاب بتاعي اللي هو طبعا الاكسبرس يبقى مظبط نفسه ان البورت اللي هيقوم بيه هو البورت اللي انا حددته. بس في قبليه حاجه، ايه هي؟ process.environment.port. ساعات لما نيجي نهوست او نرفع السيرفر بتاعنا، نرفع يعني الحاجه بتاعتنا على سيرفر، وارد نلاقي ان السيرفر مدينا بورتات معينه وشغل معين. فلو انت هترفع على سيرفر، فاحنا دايما بنقول نشوف بقى الاول، شوف لو في الانفايرمنت ثابت بورت معين يبقى انا هقوم عليه. طب الاب فاضي خلاص بياخد البورت ايه بتاعي. فانا بعمل حسابي عشان لو ما يترفع مني البروجكت، لو كان في بورت محدد في الانفايرمنت اللي هوست عليها البروجكت، بقى بالنسبه لي البورت ده ثابت. غير كده خلاص خد البورت اللي هو 8081 بالنسبه لي دوت
انا هبقى ساتسفايد بيه. طب دي اول ايه حاجه نعملها. اب سيت هنست ايه تاني؟ هنست الفيوز. هو عايز يعرف الفيوز مكانها فين. فانا عايز اقول الفيوز والله جوه الفولدر ده. تمام. طبعا انا عايز اجيب الفول باس بتاع الفولدر ده. طب اجيبه ازاي دوت؟ قلت له بص احنا عندنا اللي هو الاندرسكور اندرسكور داير داير نيم، وده هيجيب لي الفولدر الرئيسي اللي فيه الاب جي اس اللي هو رن فيه. طبعا لو انت عايز تشيك ممكن على كونسول دوت لوج ونقول المين باث يعني المسار الاساسي بيساوي و وتبقى تطبع كده لو انت عايز تشوف الايه الداير نيم. على العموم ده هيجيب لي المسار لغايه اسم الفولدر بتاع البروجكت بتاعي. فكده انا برضو ليه ما ثبتش المسار؟ لان وارد برضو اما اجي ارفع على انفايرمنت من انفايرمنتس اللي هي على هوست، فما اعرفش هيحطني في انه بارتيشن، هيحطني في انه حته، انا ما اعرفش. فخلاص هو ده هيجيب لي المسار زي ما يكون، وانا بكمل بعديه. اكمل بعديه ازاي؟ يعني هقول له بعد ما تجيب الحته بتاعه الداير نيم دي عايز تخش على سلاش ايه فيوز. يبقى كده هو عرف الايه المسار بتاع الفيوز اللي هي ملفات العرض اللي هتقوم بعرضها، يعني الملفات اللي احنا هنقوم بايه هنقوم بعرضها. طيب يبقى كده عملنا حاجتين، البورت وعرفنا له المسار بتاع الفيوز. ايه تاني هعمله؟ لازم اعرفه ان انا شغال على فيو انجن اللي هو الاي جي اس. فانا هقول له والله يا عم الاب في عندك فيو انجن. الفيو انجن بتاعنا هو عباره عن مين؟ قلت له هو عباره عن اي جي اس، عشان هو كده يفهم ان الاي جي اس كانجن هو اللي هيقوم لي ويرتب لي الصفحات وعرضها، وهو اللي مسؤول عن يركب الهيدر مع البيج مع الفوتر مع المنيو مع النافار مع على حسب اللي موجود. فهو ده اللي هيبقى مسؤول عن تجميع الملفات في الاخر ويعرضها لي كملف ايه كملف واحد. كلام جميل جدا كده. هم دول الايه الحاجات اللي عملناها سيتنج في الانفايرمنت بتاعتنا. في حاجات بقى تانية هنستخدمها. زي ايه هنستخدم ايه؟ مثلا عايزين نستخدم البادي بارسر، وعايزين الفايل ابلود، عايزين نستخدم الحاجات دي. يعني الاب يبدا يستخدم، فاقول له ماشي اب دوت يوز. اول حاجه هستخدمها عمنا بادي بارسر، احنا الحاجات دي بنجهزها على طول. يمكن اتكلمنا على الكلام دوت قبل كده، يعني مش جديد علينا طبعا في الكورسز بتاعه النود وكده. احنا طبعا هنا في مرحله البروجكتس، فالمفترض الناس تكون عدت بمرحله الايه بمرحله الاساسيات يعني. ماشي. على العموم انا هنا عملت ايه؟ انا هنا استخدمت البادي بارسل بتاعنا وقلت له اليو ار ال انكودنج مش هنكستنشن نتوسع قوي، بس هو ده بالشكل البسيط. عشان نشغل على جيسون محتاجين نديله كمان اب دوت يوز كمان، بس هقول له دوت جيسون عشان الداتا اللي بستلمها وبسلمها تبقى كلها عندي بالنسبه لي شغاله على فكره مين؟ الجيسون. يعني الداتا اللي جايه تستلم من الكلاينت، يعني دي مسؤوله عن فكره ان احنا لما نيجي امبورتس الداتا فروم client as json، هو يحولها لجيسون عشان اقدر ابارس الداتا من الكلاينت كجيسون. يعني ده طبعا اما اللي فوق دوت الايه مسؤول عن الايه اليو ار ال، خلاص مش الايه مش الداتا ذات نفسها اللي جايه. خلاص ما دول الاثنين بتوع البادي بارسر. عايز برضه اقول له يا اب يوز، انا عايزك تستخدم حاجه مهمه جدا، ان انا عايز اروح على الاكسبريس وهخديك ستاتيك دوت ستاتيك، وهبعت لك الايه الحاجات اللي هتهندل، اللي انا عاوز اعرفك الفولدر الرئيسي بتاعي فين اللي هو البابليك. اهو الستاتيك اللي هو هيدي له الروت اللي هو الستاتيك السيرف ستاتيك، يعني الحاجات الاساسيه اللي هستخدمها في المشروع زي الصور وزي السي اس اس فايلز والكلام ده كله. خلاص فانا عايز اثبت له اوري له مكانها فين، اللي احنا مفترض هنظبطها جوه البابليك اللي هي بقى من جوه بقى ايه بقى اسيتس او غير اسيتس. فالستاتيك بقى المسار بتاعك هيبقى موجود فين؟ قلت له باث دوت جوين على ان انا عاوز تجوين الدايركت نيم بتاعنا، وبعديها جوين ليا بالايه بالبابليك. خلاص فهو كده هيجوين بس المسار، هيعرف ان دوت الدايركتوري زي ما يكون مساره فين، وبعديها فولدر مين؟ فولدر البابليك بتاعنا. هو كده عرف ان دوت المكان الرئيسي او الاساسي للستاتيك فايلز زي الايمجز والسي اس اس والجي اس اللي هي بتخصها بالعرض. تمام. طيب فضلنا ان احنا كمان نوري له ان احنا عايزين نستخدم اللي هو الفايل ابلود. فانا هاجي نوت واقول له عندي الفانكشن الاساسيه اللي هي فايل ابلود،
ودي القصد منها. يعني السطر دوت بيكونفيجر يعني بيقوم خلاص اعدادات بقى اللي هتبقى مستعده ان هي تستمع لفايلز بتابلودها عشان تعرف تحطها في الفولدرز والبارتيشنز اللي عندك. فايل ابلود ده بنعمله دايما كده، بنجهزه قبل ما نبدا نشتغل على اللي هو الاكسبريس فايل ابلود، وده طريقته. طيب طبعا الماي سيكوال بس الوحيده لسه ما استخدمناهاش، هاجلها دلوقتي، مش محتاجين نخش في التفاصيل دي كلها، لكن ممكن دلوقتي بس ابدا اقوم الايه، ابدا اقوم السيرفر. يعني اقدر اقول له اب دوت ليسن خلاص، والبورت قلت له فاريبل اسمه بورت بقى، اشوف بقى او الاستاتيك اللي اسمه بورت ايا كان ايه هو او جه منين. بعديها عايز بقى الكول باك فانكشن، الكول باك فانكشن مش انا هوست نيم مش مهم، هعملها ارو فانكشن كده على طول. هقول له فيها مش محتاج اقول له حاجه، بس انا هقول له كونسول دوت لوج، هقول له مثلا السيرفر running on port، وعايز اعرفه البورت اللي هو بدا فيه. ممكن نشتغل بالاسلوب ده، نعمل كده علامه ديت ونقول له ادي بورت. طبعا ممكن نقفل دبل كوتيشن ونعمل زائد ومش عارف ايه والكلام ده كله، كده احنا عملناها على طول على الطريق. ماشي طيب، ده كان كده ايه، وعندي قفله الامر اللي فوق. الناس ما بتحبش تعمل كده بس يعني عادي، يعني ممكن نقول خليها كده عشان ما تبقاش معقده ولا حاجه. دي كانت مين؟ الابلسن. طبعا دلوقتي لما يجي يرن هو بس استخدم الحاجات، بس لسه ما فيش عنده مسارات ولا فيش عنده اي حاجه تقدر تقوم. يعني لو احنا جينا كده من التيرمينال وقلنا له يا نود مون بقى خلاص، قلنا له اب دوت جي اس، مش هقول له نود اب جي اس، انا قلت نود مون عشان لما اجي اغير بقى تعديلات في الجي اس فايلز يبدا النود مون يرفرش على طول من غير اما ايه اوقف السيرفر واشغله تاني. فقال لي خلاص الدنيا تمام، قال لي ادي المين باث اللي احنا كنا طبعناه يا شباب، ادي المسار بتاع البروجكت بتاعي، والبورت ما اشتغلتش اهي شفته، طلعت هنا مش مظبوطه. دي ليه بس يا ولدي، هو مش اسمه بورت مظبوط. ماشي احنا مين كونسول دوت لوج، عشان دبل كوتيشن مثلا، هو زعلان من دبل كوتيشن، احنا في الغالب بنستخدمها سنجل كوت. طبعا سيف تلاحظوا ان هو رن من اول جديد، بس برضو معبرنيش. قلت له تشكر مش مشكله، ان اشتغل باللي هو يعمل كده. سيبنا رمال البورت عادي، ماشي شكرا. السيرفر راننج اون البورت 8081، لو حبينا نجرب ادي 8081، قلنا له رن يا عمي، قال لي كان نوت جيت، مفيش لسه عمليات. ماشي بس السيرفر قام وسبعينا الملفات الاساسيه بتاعتنا، وجاهزين دلوقتي ان احنا نشوف بقى الروتس او المسارات بتاعه البروجكت، ونعمل ملفين مثلا ونبدا نتنقل ما بينهم، ويستخدم الهيدرز والكلام ده كله، لان احنا كده ثبتنا الجزء الاساسي بتاع الملف الاساسي الرئيسي اللي هو الاب جي اس.